من السلام يصحني عليكم. قويكم. أوه السعادة 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 حبابك. شكرا 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 يا ندى، شكرا. التحية لك، التحية لك كمان. انت جميلة، وانت صوت السودان وصوت المرأة وصوت المسابرة وصوت الكنداكيات والرصاص. فقط هو ما الحل، ولكن صوتكم كان هو السند الحقيقي والزلزل المرجفين حقيقة. ووصولك إلى أرضك يؤكد حقيقة أصالتك ومعدنك أنت، أنت ندى وكل الذين وقفوا معك حقيقة. وأنت ترسمين اللوحة الوطنية، أنت خيورة، أنت حقيقة يعني الزول اللي بيجي بلده ده هو شال بندقية تماما ولبس الكاكي وعبرتي بكلمات الرصاصية. التحية لك ونحن ممتنين لك يا أخوتنا يا ندى. أنت يعني فنانة بما تحمل هذه الحالة من كلمات. أنا في غمة سعادتي والله، أبشري. أنا في غمة سعادتي الليلة، وكونك أنت رجل بطل ومن سلالة أبطال لك نعم. ألف تحية، وده ما غريب عليك وده ما جديد عليك، لأنه جدودك هم أساسا كانوا معروفين أبطال وكانوا له مواقف يشهد بها التاريخ، وكونك الليلة تزورني في لايفي دي والله في غمة سعادتي، ودفحتني أنا ذاتي معنويا. ربنا يديك أنت كمان العافية، وأنا واحدة من الناس المتابعين لك جدا، وأحب شخصك نعم. جدا، وأحبك لأنك إنسان بتقول كلمة الحق قدام الملأ، ودي وده ده ده اللي حب فيك الناس وحببنا فيك بكلمة الحق. وربنا ينصركم ويقويكم ويجبر خاطرنا بيكم انتم. ابشري شال اختي، ابشري. وتحيه لاخونا مصطفى اسحاق شمو الذي لمانا حقيقه، ونحن في اللمه برضه بنتكلم عن قضايا مهم جدا متعلق بالجرحى، متعلق بالمقاتلين في صفوف اماميه. سيد دول قامت بواجبها، لكن نحن كمجتمع، نحن كشعب، إن كنا في الداخل والخارج محتاجين نسند الدولة، محتاجين نقف مع الجرحى، محتاجين نقف مع المقاتلين في الصفوف الأمامية، نرفع من أيضا الجرحى برضو نزورهم ونرفع من إمكاناتهم برضو وصورتهم الجميلة، أنه نخير برضو حاجاتهم وجباتهم حاجاتهم ونرفع من روحهم المعنوية، لأنه زرناهم في شندي، زرناهم في كل السيفيات حقيقة يعني أكثر قوة، زرناهم في صفوف أمامية وهم عايدين من معركة الكرامة في محور الجيلي. وأنا أول من وصلت مع أخونا مصطفى معتصم كومبو كومبو وأخونا مصطفى إسحاق شمو، وأيضا قوات المشتركة وقيادات المشتركة وقيادات كل الحركات بما فيه الشخص الضعيف. وأيضا عبر هذه اللايف بتاعك وعبر البوابة بتاعكي نشكر أهلنا في شندي، شندي التاريخ حقيقة في منطقة مسكتاب، دفنوا معنا الشهداء في 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 مطموره واحده ما حصلت قبل كده، ان يدفن الزول من المشتركه ومن الجيش ومن الامن. ده امر رباني الذي وحد كل اهل السودان في شندي في شماليه. كان ناس قبيل بيعتقدوا انه والله ناس الشماليه ما دارين ناس الغرب، ده كلام ما صح. ان احنا يدنا في كويريك ما عبرنا بكويريك، الشباب والشاب والأجايز وكل المخابر كان ممتلئة، وبالمساء ختمنا آخر المطمورة، وبعد ذلك أجبر علينا أن نبيت في منطقة مسكتاب. التحية لأهل مسكتاب، التحية لأهل شندي، التحية لأهل نهر النيل وأهلي في شمالي. التحية لك، التحية لك يا سيادة الفريق، سيادة الفريق، سيادة الفريق، التحية لك وشكرا لك لأدوارك العظيمة اللي انت يا ملك. يا سلام يا سلام، شكرا لك، شكرا لك، وشكرا للادوار العظيمه اللي انتم بتقوموا بها كلكم انت واخوانك. بجد بجد احنا فخورين بك. وانا يا دابي عرفت عبد اللطيف الماس، عرفت تاريخي اللي اتكتب، انجب منو وجاب منو والتفاصيل. فتاريخي الجديد لازم يكون في تواصل من التاريخ القديم. التحيه لكم كلكم يا شباب، والعزه بك. ونحن ذاتنا الليله الحمد لله
نعم انا والله يحييكم بهذه المبادره، وانا متاكد جدا انتم وندى القلعه اذا وقفت في اي منصه انا اعتقد انتم قادرين تؤيدوا من يرقى من السودانيين في كل الدول الى ارضهم. انا جيت من ام درمان قبل 8 او 10 ايام، انا كنت مع سياده الفريق اول ياسر عطا قال لي الماس تجي تسكن ام درمان، انا الان جيت قلت له سردي انا ماشي ام درمان لانه اصبحت امنه، وحتى الأصوات بتاعت المدافع الذي كانت تغزف مناطق بتاعت سوق السابرين الآن تم إسكاتها عبر الشباب حقيقة بمسيرات، والقيادة العسكرية التي زحفت من أم درمان إلى بحري إلى خرطوم، والآن كل قواتنا الآن ترتبط في مناطق الإشارة زائد القوات المتقدمة من بحري والقوات المتقدمة من خرطوم، معلنا قريب جدا انتهاء هذا الأخطبوط وهذه الجرثومة وقلعها إن شاء الله من خرطوم. أنا والله بهيئ فيكم المبادرة وبسمن وبدعو كل الخيرين أن يدعموا هذه المبادرة، مبادرة أهد السودانيين الراقبين إلى ولايات الآمنة، وخاصة أم درمان، والتهية لوالي أم درمان أخونا أحمد عثمان، والتهية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية والأمن والمخابرات وكل الذين يعملون كتائب البراء وكل الذين يعملون الآن في تطهير أم درمان والخرطوم بحري. وأخيرا ستختم هذه التحلية بشرق النيل عبرنا هنا، نحن برضو قاعدين لنا في مبادرة أنه لابد من الوقوف مع الجرحى والواقفين في الصفوف الأمامية. والله القلوب شواهد، معنا المقدم عباس الطاهر أيضا هو الرجل الآن يشركنا في هذا الهم، وأخونا الدكتور فضل الرحمن حسن جبارة أيضا يخطط أنه لابد من جدا جدا لازم نسمع لما نتحقق بجي بتكلم عنه، ما أكذب عليكم أي حاجة. أنا كنت دائرة تبقى في عام 2016-2017 لما تبقى بيكون عنه حتى لو ما نفذها يجي زول تاني ينفذها، الزول النفذها ده أنا بشكره، ما أكذب عليك بشكر الزول النفذ زي المشروع ده. أنا كان ضد أي جلد أي قرماية أي خروف السلقانة حق، ما أكذب عليكم كلام ده أنا ما قلته مقطوع والمخابرات المصرية ما عارفة. فاليوم ربنا جاب الجنجويد أمره إيه؟ أنا والله نحن وكيل أصلا مع الجيش السوداني، والجيش السوداني ما عدرنا ليش؟ نقفل الحنفية، عندنا اتفاق مع المخابرات المصرية ما تعطيش باور للجيش السوداني، والجيش السوداني خش الكباري وفتح السوق وعمل كل شيء، لازم نقفل على دولة مصر لأنها خانتنا وكانت هتقف معنا في المجتمع الدولي يا باشا. إيه؟ أيوة نعم المخابرات المصرية كانت متواطعة مع الميليشيات ومع بن زايد. عندك دليل؟ أيوة عندي دليل. لا نحن نستضيفك في قناة، أنا ما قاعد أقعد في قنوات لأنه أسلوبي شين، خليت القنوات دي بدري من 2022 تاني ما قاعد في قناة بقعد هنا بس أقطع الكلام ده وقنبه بيه. أصل المخابرات المصرية قول لهم واحد كده اسمه حامد يعقوب ولا يعقوب حامد كده ما عرفش حاجة، بقول كده ايه الحكاية دي؟ المخابرات المصرية كانت عندها اتفاقية سرية مع المخابرات الإماراتية الضغط على القوات المسلحة السودانية، لكن نجحت القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني الإرادة حقته والوحدة حقته أرجحت الكفة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر والله طعمية. برضه هيقول لي الإرد ده بيقول إيه تاني برضه لسميد واحد، أنا ما بعرف المصريين طبعا لما نيجي تحت بعرفهم الإرد بيقول إيه، خد دي يا باشا هذه السودانية موزة سودانية يا باشا والله ما حاميني أصلا، قول زي ما تقول يا حبيبي. المخابرات المصرية تآمرت مع الدعم السريع وتواطعت مع المخابرات الإماراتية، وعندها مواطنين مصريين مقبوضين في يد الميليشيا لهم سنة ونص. قلت أنا قالت القنوات المصرية فضل أنا جبته منين؟ ليه زمان ما تكلمت؟ ما بعرف، ما كنت عارف والله ما كنت عارف.
والله ما كنت عارف، والله ما كنت عارف انه الا امبارح قعدت افتش القنوات المصريه، اول ما الدعم السريع قفل القزاز ورفع كل شيء الميليشيات، انا قلت الميليشيات دي تحارب مصر وتقطع، لانه اول حاجه في المجتمع الدولي انتهت، والاتحاد الافريقي راجع، وما بعرفوا لك شنو الايجاد جو راجين وركعوا للجيش السوداني. النادي الزاطين المخابرات المصريه كده في شنو؟ لازم في ريحه، ما ساكت. انا طبعا دائما ما قادر اسرع، قلت والله في حاجه موضوع ما تكلمنا عنه، قلت نمشي نشم نام الشم العود، رقدنا يا دول.